شن طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة غارات على مواقع لجبهة النصرة في ريف أعزاز بمحافظة حلب، وفق ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصادر محلية. الغارات تأتي إثر هجوم شنه مسلحو النصرة الليلة الماضية على مقار للفرقة 30 التابعة للجيش الحر بالمنطقة، وأدت إلى مقتل 5 على الأقل من أفراد الفرقة ممن تلقوا تدريبات على يد خبراء أمريكيين. واتهمت الفرقة عناصر النصرة بخطف قائدها وعدد من مقاتليها خلال هذا الأسبوع.